رجاء شابة عشرينية عاشت وسط واحد الأسرة مستورة، ما عندهاش وما خصهاش. عاشت الطفولة ديالها والشباب في حي سيدي عسو بمدينة أزرو. عندها جوج خوت، الكبير فيهم خدم وسهل عليه الله وكيعاون باه على دوير الزمان، والصغار يلاه صلى العقد الأول ديالو مازال كيقرا. والديها ما كانوا مخلينها مخصوصة حتى تمشي حاجة مطلين فيها مزيان، لا ملي كانت صغيرة ولا من بعد ما كبرات وحتى ملي تزوجات. هذه السنين حكمت عليها ظروف معينة باش تتزوج. ترقب بعائلتها فؤاد وهو شاب كبير عليها 3 سنين، كاين حادر من دوار ناحية إقليم مولا يعقوب ناحية فاس، يخدم في البني. نهار كيخدم ويمكن نهار تيسير ونهار يخدم ونهار لا، وخا حالته الاجتماعية قد الحال عائلتها قبلات به. الأساسي في نظرها هو يتفاهموا يتعاونوا على الزمان ويبنيوا حياتهم طوبة بطوبة. عائلة رجاء وفؤاد تعرفوا وتوالموا، كملت الفرحة بزواجهم. طبعا رجاء مشات تعيش مع عائلته تماك فين غادي تغير حياتها رأسا على عقب. لقات راسها وسط أسرة متعددة الأفراد. فؤاد كانوا عنده بزاف ديال الخوتو خواتاتو، كل شي قاعد بيطالي وفيهم غير الفهمات. مسكينة لقات راسها بحال إلا جابو خدامة تخدمهم وتشقى عليهم. ماشي مرا تربي وتكون عندها مكانة بيناتهم. تمارا قهراتها وزادت شي حوايج وحدين اخرين، يعلم الله شنو كانت كتاكل او كلها. حتى ان الحالة الصحية ديالها تدهورت بشكل كبير. باها ما غادي يسوق الخبر ويعرف حالتها، حتى غادي يزورها هو ومرتو. واحد المرة لقاو بنتهم في حالة كتبكي، لا هي هانية ولا في صحتها كي كانت. الفترة اللي دوزت مع عائلة رجلها حملت البنت 2 مرات، لكن الظروف الشقاء وداكشي طيحت الكرش فيهم بجوج. حالتها الصحية غير ما زادت كتسوء. وهنا فين باها غادي يفكر في شي حل باش يبعدها على ديك الأجواء باش ترتاح وترجع العافية ديالها. ما عندوش منها جوج، كان ضروري يمشي حل. حل بلا ما يقلق رجلها وعائلته، يخليهم على خاطرهم، لكن يقلب لبنته شي حل اللي يرضي الجميع. بين رجاء كان مسكين خدام محوش فليسة لدوير الزمان بجزء من ديك الفلوس، رهان واحد الدار لبنته في حي نفس الحي فين تخلقات وتربات وفين عايش هو وعائلته. بالفعل دبر ليها على ديك الدار اللي رهانها ب2 مليون في نفس الحي اللي فين تربات، تما غادي تكون على الاقل قريبة ليه وعلى خالتها وعلى عائلتها وحيت هي تربات تماك في ديك الحي. الراجل قبل بهذا الوضع، وخا عائلته ما كانتش باغاه يستقل بذاته، وخا كيخدم غير في البنية على الاقل كان معاونهم بشوية. خوتو وخواتاتو كانوا معتمدين ومتاكلين عليه بزاف، وطبعا ما غاديش يخليوه هاني اللي غيستقل براسو. وخا بعد عليهم ثم عارفون التليفون يقرب كل شيء، مكثرة الاتصالات والضغط، غادي يفكر من جديد باش يرجع البلاد ولا عند عائلته. بكي لحال المرأة باش يرجع الشي اللي كانت رجاء رفضه، حتى عائلتها حتى حد ما بغى او ما يبغي يرجع لجهنم ولا يعاود يعيش نفس الوضع اللي عاشو سنين. رجاء ما كانت كتمانع باش تمشي عند عائلت رجل، قل له اهل نمشيو نطلعوا على امك اللي كانت مريضه نشوفوهم، جلسوا معاهم سيمانه ولكن رجع للدار. كانت رافضه تعيش معاهم حيت اللي داز عليها ما غاديش تنساه، يكفي اللي داز عليها. وهنا غادي تجدد المشاكل ما بينها وبين رجلها فؤاد اللي ما تفهمش الاختيار ديالها، واخا هو اختيار معقول ومن حقها. المشاكل غير ما زادت ما بعضياتهم، حتى من بعد ما ولدت ديك البنوته، ديك الامور اللي فرح بها الجميع، كل شيء كان فرحان. الرجاء بعد 2 كروشة طيحت. بين رجاء ما كانش مخلي في علاقته ببنته وبرجلها، كان مصلي فيهم كيخدم ويعطيهم، يخلص ليهم الرهن ديال الدار، الماء والضو، حتى مصروف الدار، وحتى في العيد مره كيعيد هو ليهم، مره بخوها الكبير اللي كيعيد. المهم بنته تعيش مزيان وما تبقاش مخصوصه بشي حاجه، اي حاجه حلات عليها فمها تلقاها. هاد السقاء ديال الاب جعل فؤاد كيميل نسبيا وتدريجيا للاتكالية والخمول. السيد ما بقاش عنده مع الخدمه، ما بقاش كيخرج يخدم كما اعتادوا قالوا وعرفوه. مره كيمشي يخدم، مرات كيبقى نعاس في الدار. الراجل في الركنه ما كيجيب غير المشاكل، نتوما نقيل والفهمات علاش طيبتي هادي علاش ما ديرش هادي،
ومن ثم المشاكل بدات كتزيد والاعصاب كتوتر والعلاقه غير ما كتزيد تسوء. كبرت البنيته زادت فرحه العائله ديالها بها، لكن الاسره ديال الرجاء غادي تفجع في الوفاه ديال امها. حدث زاد ازم النفسيه ديالها. خوها الصغير جا باش يعيش معها حيت مرتبط بها بشكل كبير، ماتت امو بقات اختو اللي هي بمثابه ام ثانيه، كان عايش معها تحت سقف واحد في الدار المرهونه، هي طبعا رعاتو احسن رعايه. الاب معمرو عينو غفلات عليهم ولا قصر في المحبه ديالهم ولا في الدعم ديالهم. هذه 7 شهور رجاء غادي تحمل من جديد للمره الرابعه، حيت 2 مرات في الوضيعه التلابي والمره الثالثه ولدت بنيتها والرابعه حملت. دازت الشهور واحد ورا الاخر، هذه 2 سيمانات تقريبا بدات رجاء كتوجد للسبوع. باها دور معها عطاها شي فليسات، قال لي هانتي وجدي الضروريات للسبوع لبكري، الحلويات وداكشي. الاشاره كما قلت رجاء كانت عنده بحال شي بانكا، اي حاجه كيحوشها كيعطيها ليها تخبيها عندها، فلوس اي حاجه. نتوما عارفين المعززين البنت في الاسره خاصه ملي كتكون وحيده وحنينه وكل شيء كيميل ليها. كل شيء كان ماشي على ما يرام، رغم كل المشاكل ما بين رجاء وفؤاد والضغط ديال عائلته اللي ما قالوهمش حتى هما بعاد، مسكينه يلاه استرجعت الصحه ديالها تدريجيا بعد ما عالجها باها، خسر عليها فليسات باش تعالجت، ما كانت مستعده باش تعاود تعيش نفس الوضع. هي اللي عارفه شنو داز عليها وما كيحس بالمزود غير المخبوط به. ديك الصباح اللي غادي توقع الواقعه، كانت رجاء شرات شي مستلزمات ديال الكاطو والحلويات، كانت جالسه قدام باب الدار كتنقي الزنجلان وما جواره. فؤاد كان خرج ماشي 11 تقريبا هو راجع، كان باين غضبان طلع عليها القرده للراس لاسباب ما عرفها غير هو اللي عرف داك الشيء علاش طلع له الدم. طلع ديريكت للدار بلا ما يهضر معها، هي تبعته باش تعرف شنو به، لكن يا ريتها ما تبعته، السيد كان خصو غير السبب باش ينتقم منها. دار شي نقاش ما بيناتهم، هو اللي اختار ليه السبب. واخا صافي خوها الصغير ملي شافو على ديك الحاله بدا السوايع يخرج من الدار، حيت اللي ما بين الرجل والمراه ماشي ما عندوش دخل فيه لا هو لا غيره، خرج وبقى غير في الدرب شويه. وداس واحد المده هو يشوف راجل اختو ارمى الكوكوت كطيب شويه، وداس عاد مده واحده اخرى هو يشوفو خارج هز البنت في درعو ماشي هربان، حين عرف ان شي حاجه ماشي عاديه وقعت لاختو. طلع كيجري يلا حل الباب، لقى اختو مذبوحه بطريقه بشعه بزاف بزاف. خرج مسكين كيغوت بطريقه هيستيريه، تجمعوا الناس، جباه جات خالته ناضت القيامه، حضروا البوليس عينوا الجثه يصوروها، داروا محضر المعاينه قبل ما تنقل لامورك في الشعث شي نغوش. القيامه ناضت، فؤاد هز بنته مشى للمحطه خطا طاكسي كورسا ب1000 درهم ديريكت الفاس من الملاعق. السيد راه هز فليسات صحاحه وبان بلي سرق الذهب ديال مرتو اللي حوشات، شرات ليها امها حتى شي فلوس كما قلت ديال باها اللي كان مخبيهم عندها. سرق كل شيء ومشى عند عائلته في ملاعق، وتماك فين شدوه البوليس ديال ازرو. باختصار دابا راه في الحبس ديال تولد الثاني في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي مع السيمانه الجايه من طرف قاضي التحقيق محكمة الاستئناف بمكناس. شو إنسان كيفاش ما كيحمدش الله على زوجة صالحة عطاها لله وعلى عائلة كانت متصلية فيه، قتل مرتو يتم بنتو مشى للحبس يضيع طي رزها في حياتها رزا عائلتها فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لحسن استماعكم وإلى فرصة لاحقة.